والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله يا رب اوقاتكم بكل خير. انا ابغى صارخ بس حنكشف مفضوح. قلت للحلوين جهزوا، اليوم عندنا تصوير تحدي، زين؟ ما هم دارين وش التحدي هذا، بقول لكم عليه انتم. تحدي اليوم يا جماعة بيكون الثقة. ما ادري وش قاعد اقول، لكن اليوم فكرة التحدي هذه اني بشوف العصابة مستوى ثقتهم فبوم. بشوف يا جماعة، عشان كذا حطيت هنا صندوق غامض، اوكي؟ وحطيت هنا الأشياء اللي يحبونها، زين؟ فبخيرهم. عندك شيء واضح، تختار شيء واضح. يا موالح، يا سكريات، يا الصندوق الغامض. ولما يختار بأسأله ليش اخترت؟ فبشوف من هو صاحب الثقة الكبيرة، مع إني والله أشك بعد البلاوي اللي قاعد أسويها فيهم، فما أدري والله. عموما أنا ما بقول لكم وش في الصندوق الغامض، ابغى اصدمه اللي بياخذه صراحه. ها؟ اشوف، والله اشوف راس، انا والله اني داري. اهدى اهدى يا جمارك، اهدى. بس تفضل لو سمحت. الله يرضى عليكم. انا بدأت اخاف، انا عارف الهجوم هذا هجوم. هذا ها؟ اي وش نتريض عقب. انا مو بأنا، انا عارف انكم تحبوا هالاشياء. من الحين؟ طيب انا ابغى امكم الحين، بس ممكن تروحوا المكتب كلكم؟ ها؟ بابا انا احتاج امكم بكلمة راس. اوكي. يا ساتر. اي نعم. بابا انا قلت احتاج امكم، ما قلت احتاجك انا. يلا. نسوي حصان على هالمشية. خولة خولة اصبري يا ويل حالي، اصبري اصبري اصبري. الان عندك ثلاث اشياء يا خولة. طيب. موالح وحلا والصندوق الغامض. طيب. بطلب منك طلب، تختاري شيء واحد بس. واحد بس؟ نعم. يا حلو يا صندوق يا نعم. معلش؟ اي. ما ينفع اثنين؟ لا ما ينفع لو سمحتي، لا. طيب اكيد باخذ مالح خلاص. ليش ما اخترتي الصندوق؟ لا ما راح اخذ الصندوق، ايش رايك في الصندوق؟ ما تثقي فيني؟ لا. هو هنا هذا هو. والله كنت بقول هذا السؤال. ليش تراني داخل الصندوق؟ انا وش تريني حتى؟ علمت فرصة. متأكدة؟ متأكدة؟ قل لهد ما ما في لهالدرجة أنا مفضوح؟ يعني على أساس أنت بتسوي لي شيء هنا يعني ولا شيء حلو؟ يا خولة ما حد داري، أنا بس بشوف مستوى ثقتك ترى. في مثل يقول أيوة عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، صح؟ الله يعطيك العافية. هذا شيء واضح. خلاص تفضل اختار اللي تبين، وش بتاخذين؟ ما في قهوة، صحن. هي القهوة عقب، أنت اختاري بس وبعدين نتقهوى إن شاء الله. أوكي طب خليني أعطيك الصحن. تفضل. طيب. لا انا داري، انا داري اصلا. كو كيكه جزر ونعمل اختيار والله. ممكن تمسك الكاميرا وتنادي ريما؟ اخذ حلاني خلاص. ما اخذت. طيب ما اخذت الصندوق. خولة لو سمحت، توكل على الله. الحين بنشوف ريما. يلا يا ريما. ريما الله الله. اي يا سلام يا سلام. أيوة يا ريما، عندك الآن يا بابا عندها ثلاث خيارات، أوكي؟ خيار؟ خيار؟ الله يرحم لي أمكم، العائلة دي مين مركزة أبدا اليوم. بابا عندك موالح وسكرية، موالح وحلا وصندوق غامض. لو بأطلب أنا أقول لك بابا اختاري، زين؟ وأنا أطلب أنك تختاري الصندوق الغامض. أنت تقول لي أختاره؟ يا ليش؟ عادي، إذا ما في ثقة تقدر تختار اللي تبغينه خلاص. يعني حاول فكر إذا أنا اليوم بشتهي بنظرة ولا سنين. يعني قررت. واضحة يا جماعة. توكي. طيب ليش ما اخترت الصندوق؟ ما في ثقة. نو. أبدا. زيرو. هل أحد يلومك؟ خلاص 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 خلاص. نو. بسبب تجارب صح؟ يا. احنا خلاص. خلاص احنا عندنا تجربه كفايه. الاكسبيرينس انت مطيني اياها. اي والله يعني الزمن الواحد ينسى. نعم تفضل.
ما اخذت السينمون. صندوق. نو كيف ات يور سيلف. ثقيل. خلي لك. تقول خلي لك. كان اي شيء كيف؟ طيب. حطي 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 حطي. نصيحة. نصيحة ريما روحي اهربي اهربي. سمحتي توكل على الله. انت تنتظر ولا تمشي؟ خلاص توكل على الله. لا غسالة غسالة تزعجنا. نجح. يلا انجو انا. الله يا اخوي لا صدمتوني صراحة. ليش اصدمك؟ ليش؟ انا ليش تصدم؟ الحنون. حي الله جوجو. اوي وسو وش فيك ابوي؟ كيف حالك؟ جوانا اي يلا تفضلي. جوانا عندك ثلاث اشياء. اوكي. ابيك تختاري منها. بابا يقول لك خذ الصندوق الغامض. النظرة واضحة. I'm not gonna take box. I don't trust you. ما تثق بنصيحتك. ليش؟ Surprise box. Either tuna. أي؟ أو garlic. Tuna أو garlic. والله إنها صادية. من جد. أو؟ أي؟ 1% chance money. 1%. 1% فلوس. صراحة لا والصندوق هذا بالذات ترى بدل عنده هذا الصندوق كل ما أشوفه ما أدري شو يجيني. إيه والله قديم عندي. هو الوحيد الصندوق كل ما أشوفه ما أدري شو يجيني. خلاص عارف خلاص ما يحتاج تشرحين. والله العظيم إنها جلدتني. يعني ما أخذتها وهي ساكتة لا عطتك كلمتين كذا حلوين. لا بالنسب 1% 99% It's lemon. Okay. Okay. ممكن تنادي عزوز. الحمد لله عزوز اليوم أيه. اللي هو نيجاتيف كوفيد الحمد لله نيجاتيف تيست الحمد لله الحمد لله تعافى واليوم مستانسين فيه محتفلين كيكات ما كيكات من عزوز المدرسه الحين بالنادي لحظه مجودي انا اسمع صوتها مجودي عزوز طول فوق ار يو اوت هي اي لحظه كذا اسمع تك 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 بس يلا انت يو ار رايدنج هورس مستعجل اوكي مجودي اي وانت تو تشوز جست One or two or three. You know when the foods get better when you eat chicken? لا مو حق الكوفيد اسم حق الكوفيد لا حبيبي جهاز فحص. You know when you messed up it? I opened it and I shot it. اوكي ما ادري متى شاف ما ادري وش اوكي يقول لك ادوات فحص ال اوكي طيب حق عزوز لما كان تعبان ما ادري هذا اوكي يلا اختار اختار خلاص يلا تشوز اوه هارت ريد فيلفت نايس الله يا حبيب حركات ما في خطه قلوب وحركات يلا تيك ات بابا يلا مع السلامه يامي الشوكه اي لازم الشوكه لازم ها وين عزوز والله خايف يقول اطلع من غرفه يقول بابا لسه مع ان الاختبار اي لان اسبوع كامل وهو متعود على ترى جوانا نفس الشيء حي الله عزوز والله والله نيجاتيف نيجاتيف مو مقتنع بابا اوكي نعم الشباب سلامات في حادث لحظه لحظه بس عزوز اصبروا عزوز انا ابغاك تختار الحين عندك واحد ولا ميستري بوكس ولا هذا وش بتختار انا اشوف ابوك بكل ثقه يقول لك اختار هذا كنت اختار والله عزوز نعم عزوز يس ترى ميستري بوكس ممكن اخذ الميستري بوكس حق بابا اللي كل مره يطلعه تونا ما ندري انا ما ادري اسمع للناس انت ثق فيني والوضع تثق باختياراتك نعم والله ميستري بوكس يقول لك ميستري بوكس تعال يا خويا اشوف علبة صلصه اشوف 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 افتح 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 ما اشوف تونا تونا انا عارفه قسما بالله اني عارفه اسحبها يلا اسحبها نو اسحبها وش تسحبها اسحب شو علبه اسحبها من فوق كذا بابا والله ما في الا العافيه اسحبها بابا اسحبها اسحبها بابا ايوه خذها اوه نو يو ديدنت اي سا حسيت انك سبايدر
نو يو ديدنت. لحظه والله انها غش. لحظه انا شفيت دائما قد ترى اشياء لا تعجبك لكنها في الداخل الله 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 احاول اسوي حكمه. لا شكرا لك. كانت الظاهر تونه لكن ما خفي كان اعظم. الله قلت احسيت انك تكون تونه من جد. يا المشكلة ان انا يوم حركت له علبة كانت تونة خلاص يعني على طول. نعم قد يخبر الله امور لك جيدة. شكرا لك. الحياة شكرا. ما في والله ما في. عزوز لو تمسك الكيك يا ويلك. ما في ما في. لا 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 انا اللي جايب الكيك خذه كله بعد. اي نعم نت فير والله من جد. نعم. لا لا انا انت ما قلت لي متفضل. الحين لو انا ادري اني باخذ الميستري بوكس وبعد معاها كيك اكيد باخذ الميستري بوكس. يا صح مو عدل. خيط خلاص ياخذ حقتي انا بعد. ليش ايش معنى عشان يعني اوثق فيك؟ نعم نعم. هل هذا درس عشان نثق فيك المرات الجايه يعني؟ والله يا اخي ولا التحديات جايه والصيف جاي. الله 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 I'm scared. Have no idea what to say. ان الهدف المطلوب جدا بروح اسوي لي قهوه عشان افكر بالموضوع. ها امشي شويه عشان نكون سبايدر عنكبوت في الثلج. اي صح بدل لحظه لحظه عنكبوت في الصيف يعني اسم الله عليك صاير مؤدب هالايام وما عاد صرت تسوي اي مقال كذا. حيرجع حيرجع لا اله الا الله. لا يرجع لا يرجع. لا هو غير رايه خلاص كنسل اي مقالب باذن الله. باذن الله تعالى شهر من الان او اقل اي تشتري لي سياره. ما ندخل اعوذ بالله. ها وشو نفسي سيارة عندك يا سيارة عائلية يا سيارتك. خلاص طيب انا عندي سيارتين وتصير السيارة العائلية لك. عرفت كيف؟ تفضل. يا سلام لي انا صح؟ الله يعطيك العافية. لي انا كيف تفضل تقولي لي؟ تفضل شوفها بس ناظر من بعيد امدحها صورها يعني خلاص روح. والله اني داري. عموما هذا الكوب دائما اقول عليه كوب مرق. ادري يعني مو بحق قهوة اصلا. ادري صح؟ نعم يا اخي. وش في ذا ختم ذا؟ طيب عجبتكم التحدي الثقه مع انه مع ان احبطتوني اي لانكم خسرانين عجبني مره. لا عزوز كريم عزوز عزوز كريم بيعطيكم كذا دولار دولارين صح عزوز ايس كريم لا يعني كذا دلع ما 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 حتى هذه اتمنى يا رب عجبكم هذا الفيديو. اوكي لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب سبسكرايب باي. يا لطيف الله.